Hello, hello la famille, j'espère que vous allez bien. De ma part, ça va, alhamdoulilah. À part ça, la vidéo de l'Yom Haradji qu'on vlog, c'est le vlog de l'Yom Haradji qu'on look jdid de l'Haradji. Je me suis dit que je suis un homme, je suis un homme. Et je voulais faire un vlog comme quoi je suis un homme qui a été fait. Bon. قوم معايا وشوفوا لو لوك اللي غادي تخرج به صابرين صابرين نتوما دازا كتعرفوها دونك المهم بقاو معايا وغادي تشوفوا لو لوك شحال بيا كتقول باغا نقطع شعري ومتردده وباغا تقطع شعرها ومتردده وانا كان زاحم فيها خا قطعي غادي يجيك حلوه كتقول لي لا وجا ما طولوا ليا وكذا وهادي وهادي مي بون حقاش ضرر ليها شعرها من التحت سي بوغ سيلا قلت لها غير قطعي زعمتها مزيان قطعي المهم انا قطعت شعري حتى هي تقطع بوان باغ المهم صالون ديجا كتعرفوه صالون دريم هير اللي كاين في جور شباب ديال البرنوسي المهم اللي ديتكم ليه مؤخرا من كنت غادا نمشي عند عروستي المهم بقى معايا وغادي تشوفوا لو لوك فينال وكيفاش غادي يقطع على بون مع حنايا يعني فؤاد كينصحنا واش نقطعوا شعرنا واش ما نقطعوش باغ كونتخ انا دابا كنت باغا نقص شعري باسكو هويا ديغرادي كنقول له كون كوا بغيت نقص شعري كيقول لي لا ما تنقطيش بون غادي نمشيو عند فؤاد وغادي نقول لها انا كوب غادي تجي معاها باسكو هي بغات تقطع غير لي بوينت انا كنقول لها لا قطعي كوب يعني قطعيه ماشي قطعي غير لي بوينت اي و سي صا هادشي بون صبرين دابا كانت في لا فارماسي كتعمر شي ورق ديال لا ميتويال ياك المهم وقلت لها غير اجي نتي تسوقي المهم بقاو معنا وغادي تشوفوا لوك فينال يا صبرين دابا غادي نمشيو للانوي خاصو الويفي وغادي نمشيو للصالون دريم هير اللي كنصين فيه انا شعري فؤاد المهم هي تبان معكم صابرين دابا حتى هي لا تنقاد التليفون ونبانو بزوج المهم هي معايا صابرين دابا غادي نشوف الانوي شوكم البنات فريمون نخلصوا البنات والدراري البنات والدراري كاع المتابعات ديالنا والمتابعين ديالنا المتتبعات والمتتبعين العربيه كتاكل المهم تقتم تقتم ايوا هادشي اللي كاين عندها ثلاثة برانية تكمل السوق اي سي ايوا تبقاو معنا تتشوفوا اللوك فين غادي تدخلوا لينا بجوجكم لابسين العبايات العبايات ديال الحجة الحجة من هذا المنبر كنبغي نشكروها الحمد لله لا بيبليسيتي ما جات لينا باليزا مثلا بنات شي عباية مرحبا راس العين والله من كذب عليكم البنات والله الا ما عرفتي مين مشات كيلات لينا من العبايات نحنا كنا مضروبين على العبايات ماما جيبي لينا هي وجوهره جوج ولكن صراحه زوينين يعني ماشي راه الذوق ديال ماما اللي زوين ايوا حنا وصلنا دابا لابونك دابا غنمشيو غادي تمشي لابونك عاد نمشيو لانوي المهم واخا السياش صراحة دي ما فيها دي بروبليم سوا ما كاينش تيراج ما كيتيري واش ديك سميتها ديم ايه واش غنديرو لي غاب خاوي ايوا ها نتوما معانا شوفو صافي شوفو بغيت حمقة كتسنى يسالي الراجل و وتيري هي بغيت حمقة شوف شحال غادي تخرج الملاين ناس قبل ما نكملوا لا فيديو ما تنساوش تخليو ليا دي لايك اي دي كومونتير بيان سور الا عجبتكم لا فيديو اي اوسي ما تنساوش تقولوا لي كيف جاكم هاد لا فيديو اي لي زوتر فيديو قولوا لي كيف جاكم واش نبقى نشارك معكم اي حاجه ولا نبقى غير جوست في الميك اب المهم ترجع صابرين ونكملو تحتات انصامبل المهم سي صا هادشي اللي كان هاي صابرين جايه دابا داكشي خفن زربن
سي صح هادشي اللي كاين. سوبقوا معايا يا صابرين جات تيريتي المين يلي ما نقولش تيرات يوني يطنح يطنح ينطح 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 يلي يطنح يلي بشوية بشوية أبيلي طيلة صابرين حماق ايوا يا بنات اون فوا كتوقفي دقيقة كيوقف عليك الكارديان كيوقف عليك الكارديان تكون مخرجة 100 درهم يدير لك جدران لا بغا جدران صافي 100 درهم صرفوها وكتكوني هذيك 100 درهم باغاها اللي في راس مالك كدير حالك المهم دابا حنا غادي كيكون موجود كتبقاي تعطي الكافيه اللي وقفتي واخا توقفي غا ديري غا تبون بالفران لك بلاصتك لقيت لك بلاصتك كتعطي يوم ما كيكونش الصرف ما ميرسي شيري ميرسي حسيت خلانا ندوزو دابا حنايا والكارديان تاني اختي فين ما مشيتي للكارديان المهم حنا غاديين دابا الانوي نهبطو الانوي وديك الساعه حنا معاكم هيا صبرين عرفتوا هاد البلاصه اللي فيها انوي فريمون خايبه بزاف دونك كنت نورمالمون غادي نهبط معاها مي قلت نبقى في الطوموبيل سي ميو باسكو جات حدا واحد المهم واحد فريمون كاتاستروف هاي فاطمة جات البروبليم سي كو ان ولا ثقيل ميم سي كتخلصي دابا من سولتو قال لي خاصك نورمالمون تعيط عليهم باش يبدل لكم هذيك شوفوا انتم يبدل لكم هذيك لاكارت اللي تما وين ده مالو قال لي حنا كنولدوا وي والله الا شفتوا ما شي كيطرى لكم انا ولا غير حنا وي انا بزز باش خلصت الويفي انت تقول لي جوج درهم جوج درهم لا انت ما عرفتش نصور عندي الكاميرا على معايا ما لقيت لك جيت فاش كيطلع فريمون صراحه هذا الموضوع يعني كلشي يمكن كي لا ماجوريتي دي بيرسون كي يعانيو منو وفي مكان واخا تكوني غير دوزيام بوزيسيون كيجي كي يوقف عليك واش انتي اصلا في خطر وملي كيوقف عليك بوليسي بحال ما كيعرفكش ولا شي بلاصه ممنوع ستاسيونمون وما مكتوباش فيها كيبدا عليك غير بلاصي بلاصتك بحال واحد السيد بقى عليهم بقى على مول هذيك بلاصي بلا رجع ويدير باك كنكلم لك مولا والله العظيم وخلاهم شد لي نقطه عليك حالم زعما الله يسمع كاينين شي وحدين عندهم الرخصه وهما ديجا خرجوا اليوم زعما كاين البلايص اللي نورمالمون خاصهم تبلاصي فيهم خرجوا اليوم حتى لوطو باش غادي يتعاملوا يعني كاين 3 دراهم 3 دراهم ما واصلاش هذيك قضيه ديال 10 دراهم 10 دراهم الا كنتي غادي تخلصي بياج ماشي بياج هذيك اللعيبه بياج راه جوج دو ديال لا ساعه ولكن كتقدري توصلي ل 10 20 على حساب السوايع اللي دوزت اكزاكتومون سي كل ساعه 10 دراهم هذا راه ميم باستاسيون زعما غير غراض يعني دغيا يو سمحوا لي الغزالات ديالي ما كنشوفش فيكم حيت كنصيدو وكاين هي الشمس الغزالات ديالها الله يخليك باش ندير نهضر شوفوا السميتة يا ختي نطلقوا زينا في الشمس نتوش على حلقة راه مريضة شوية تا بنتها مسكينة مهلوكة ربني ليكم عرفتي بنت صبري مهلوكة
المهم حنا قربنا عند الصالون في جور شباب هاو بلاصتي هنا وصافي ايوا صافي هاو. المهم حنا وصلنا دابا للصالون صابرين شجعته باش تقطع شعرها قلت على امي تقطعي قطعته انا تقطعي انت ايوا حنا نشوفو الجبنه يوصل. المهم بقاو معنا وغادي تشوفو لو فينال ديالها. المهم تيسالي فؤاد مع واحد لاكيون عندو اخي من تحتو شويه او فؤاد هاي زينب صافي ساليتي الحجامه ها قولي لينا كي جاتك التقطيعه ايوا مونتان فاي تنسي ودك شوت تستنى داري 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 يا سي فنا ما سي جاري وينات كوبلا كوبلا حلوة 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 انا ندير سسبنس لا 10 8 7 6 5 4 3 2 1 خش والله يدي تفنى انت غادي تقطع الشعر في حياتها باغ كونطخ انا كنزعم 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 كليت اللحم انتوما لا فغيم عرفتو بقاو معنا غادي نوريكم لي غياكسيون ديال صحابنا و مي بامون وراجلها وديك السيدي حلوة حلوة يلا سيري مشيو دابا نمشيو نجيبو الخبز حقاش دابا تسعود قلتولوت نمشي قبل ما يسد كلشي وحقاش معندناش الخبز نمشيو نجيبو الخبز دابا هادي صابره لي شفتو قبيله هاد شنو لا هذا سناك يلا صابرتي كلمه في الراي ديالي في الشعر يلا تقطعي علي قلت لك قطعي دابا هي نورمالمون قالت لي قطعي واحد التقطيعه انا قلت لها لا ما يمكنش دايره واحد اليوتيوبرز قلت لها لا 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 يعني ما تجيني زوينه ايوا صافي وهي تبي لي اون اوتر كومب وعجباتها قلت لها غتوكلي على الله فيها لها فيها خير وهي تقول لي وقت قطع ليا مايمكنش عجبها عجبها مخلعه تزنيقه كتقول لي مع ماما غادي تغوت عليها راه مالك غير مزوجه كتقول لي انا فهمتي وما تقطعوش شعوراتك يعني وانا كيعجبني الشعر طويل يعني لوغو ديال شعر قصير عنده لوغو ديالو ولكن شعر طويل كيجي غزال صراحه ايوا ولكن انت شوشو انا جو سوي فان ديال شعر قصير وبزاف انت انا كان شعري طويل ولكن قطعته ملي كنت كندير ملي كنت كنصايب شعري ياك مع شعري كيتنفخ ليا خاصو ضروري ندير زيف ولا شي حاجه باش يبرد عاد نخرج به ايوا صافي كنت كنمشي عند ماما كدير لي باتشا اللي كتعرفوا باتشا هي كايده حياة الا الدار جانا وجالي شعر مخالف ايوا كتشد العمليه 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 ايوا دابا كنفكر بزاف كيفاش ندير هاد العمليه الجراحيه الناس بيدير بحال هكا ندير ولكن فريمون شي زين يا اختي دابا هي ولفات شعرها ترجع النار دابا تبقى دير لكم غير على راكم
sans filtre, sans maquillage, sans rien du tout. Masha Allah, Masha Allah. Comme Moulana. ديال ماما ياكو وتبقى معنا واحد شويه نصوروا لا رياكسيون ديال صاحبتها وصاحبتي اللي كانت المهم دي زامي كنعرفوهم اون كومون بيناتنا دونك بقاو معنا وغادي تشوفوا كلشي ويلي انا كنتسنى غير لا رياكسيون ديال ماما كاتاستروفي كي تكون تسمعوا لا ولكن احنا غير بينا دابا مي ابري نشوف شنو كاين المهم بقاو معنا شفتوا البنات دابا غادي نطلع عند ماما حنا وصلنا للدار باش زعما نسمعوا لا رياكسيون ديالها موجود بقاو معنا الا سمعتوا شي حاجه ديروا طيب صافي شنو قلت هذاك بغيت تقطع شغلك يلا مشينا طلعنا يلا طلعنا موتي غتعرفي ماما لا غير عجبتك بنتك ولكن راه قطعت مراه بزاف قطعت بزاف المهم حنا جينا للدار صورنا لا رياكسيون ديال ماما نتسناو بابا عجبها اللوك نتسناو بابا سوا يجي وراجلها يجي قلنا ليه انسيستينا عليه يجي لنا قبل ما يمشي لدارو بوغ كومسا نصور لا فيديو المهم هي صابري ما هي تجات زوينة ها انت دوري بصحتها خلا اختي الشي اللي كتبع رأي ديالي رأي ديالي نجح اما لا تبعتها في الفلوس كتخربها تبعتها في الفلوس المهم دابا غادي شعلنا الرينغ لايت بو كومطا نعيطو لي زامي ديالنا نشوفو لي رياكسيون ديالهم حق صابرين تصايب لي حجبانه عاد نصايب لها حجبانه حق صابرين هادي ثاني كوب لي غادي تقطع في حياتها كامله المهم بقاو معنا قال لي مصدا غادي يولي يديرها دابا كي جاتها لا كوب جاتها زوينه اها ولكن غدا يصبح النواله بون صافي مشات لدارها وهنا فين غادي يكون سير لا فيديو و درت معكم كاع داكشي وريتكم كاع داكشي اللي درت اليوم فواحد الوقيته المهم تلقاو فيديو جديد باي باي